وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الرائد محمد الحادي رئيس فرع الخطط في إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، أكد بأن إدارة العمليات قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في تأمين الشوارع والطرق بتواجد الدوريات الأمنية في إطار التعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة. إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمتمثلة بشعب الدوريات النجدة تعمل على مدار الساعة وتستجيب لجميع البلاغات الواردة بأقصى سرعة ممكنة. ونلاحظ أن الأيام الماضية هطلت الأمطار باستمرارية، مما أدى إلى استلامنا لعدة بلاغات تتعلق بهذا الشأن. ومن أبرز البلاغات اللي استلمناها اللي هي الحوادث المرورية بكافة أنواعها، وتليها تعطل المركبات بسبب الأمطار الغزيرة وغيرها طبعا من البلاغات الأخرى. وأما بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدوريات، تتمثل في تنظيم الحركة المرورية وتأمين الشوارع والطرق بتواجد الدوريات الأمنية وتقديم المساعدة في الطرق، كذلك قطر السيارات وإزالة المخلفات الناتجة من الأمطار مثل الأشجار وبعض اللوحات الإعلامية التي تسبب فيها الأمطار.